بما ان الاوميجا 3 ايضا قابل للاكسده، وزيت الزيتون قابل للاكسده لانها دهون غير مشبعه، لذلك احنا زيت السمك ما بنغليهوش، احنا بناخده كبسولات وناكله، او السمك ما بن ما الدهن اللي فيه ما بيتغليش، فبالتالي بيبقى طالع غير مؤكسد من اللحم بتاع الايه بتاع السمك. لكن زيت الزيتون ربنا عامل فيه ميزه، حط فيه البوليفينولز. البوليفينولز دي هي الميزه اللي في زيت الزيتون، لان البوليفينولز دي مواد ملطفه للالتهاب. تاني حاجه بتمنع زيت الزيتون ان يتاكسد، سبحان الله، يعني زيت الذره يتاكسد، زيت دوار الشمس يتاكسد لو اتغلى، زيت الكانولا يتاكسد، مع ان زيت الكانولا اوميجا 3 يتاكسد، لكن زيت الزيتون لا. ليه؟ لان في بوليفينولز مش موجوده في اي نوع تاني من انواع الزيوت، اللي هي نفسها مضاده للالتهاب، واللي تمنع لو انا غليت زيت الزيتون ان هو يتاكسد. لذلك زيت الزيتون ينفع للطهي وينفع على الاكل على البارد، لكن افضل ان انا ما اعرضوش للسخونه فتره طويله. يعني ممكن اقلي فيه بيض، ممكن اعمل فيه احمر فيه على خفيف، حتى لو حمرت فيه على تقيل مش هيبقى خطره زي خطر ان انا احمر في زبده او احمر في زيت اللي هو اوريدي متاكسد لما هغليها اكسده زياده، اللي هو الاوميجا 6 اللي هي الزيوت اللي احنا ذكرناها، زيت القطن وزيت دوار الشمس زيت الكتان اوميجا 3. زيت الكتان اوميجا 3 بس اكمنه، هو زيت نباتي، لازم الجسم يحوله لنوع معين من الاوميجا 3 برضو حيواني، وهنا التحويله دي صعبه شويه، لذلك احنا ناخد الحيواني على طول اللي هو الاسماك، يعني ناخده مباشره لان ده مناسب لجسمنا.